ساعتم أوقاتا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مراسلونا في الميدان. سنستطلع في هذه الحلقة كما في كل يوم تطورات الأوضاع الميدانية في كافة المحافظات، وكذلك أيضا الفعاليات في كل محافظة. أرحب مشاهدينا بشبكة مراسلينا المتواجدين معنا الذين ينضمون إلينا من مختلف المحافظات. أهلا بك كريستين ريناوي من العاصمة المحتلة، سالي سكني من غزة، ومن الخليل مراسلتنا عرين العملي، وكذلك أيضا من الجليل سلام مشرقي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع مراسلتنا في القدس المحتلة الزميلة كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. تطورات المشهد الميداني في العاصمة المحتلة، خصوصا مع الأنباء التي تواردت حول مصادرة آلاف الدنوات في القدس. أهلا بك نسرين وبكافة المشاهدين. بالفعل نحن موجودون في تجمع أبو النوار البدوي شرق العاصمة المحتلة للوقوف على تفاصيل إعلان مصادرة الاحتلال 301 دنم من أراضي المواطنين في هذه السفوح الشرقية. جرينا مقابلات، الكل يقول هنا نسرين إن هذا المخطط هو للقضاء على التجمعات البدوية في هذه المنطقة. نتحدث عن 26 تجمعا بدويا على الأقل، ما يعني 11 ألف مواطن أو 12 ألف مواطن على أقل تقدير سوف يتضررون بفعل هذه المصادرة. وجد الشبان والرعيان وجدوا هذه الإعلانات عندما كانوا يرعون المواشي في السفوح الشرقية لمدينة القدس، وجدوا هذه الإعلانات والتي يعلن فيها الاحتلال عن مصادرة 301 دنم من هذه المنطقة، ويمهل المالكين 45 يوما للاعتراض بشكل قضائي. الآن الأهالي بلغوا الجهات المعنية، محافظ القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعن طريق المحامين سوف يتم تبليغ المالكين من أجل الشروع بعملية الاعتراض، خاصة وأن كل المقابلات التي أجريناها تحذر من أن هذا المخطط هو يأتي في سياق كل المخططات التهويدية والاستيطانية نسرين، التي تعمل على عزل القدس عن محيطها، عن فصل شمال الضفة عن جنوبها، مخطط إيوان، مخطط القدس الكبرى، وهو المخطط وهي المخططات بشكل عام التي من أجلها يهدد المواطنون هنا في أبو النوار، في جبل البابا، في قرية الخان الأحمر البدوية القريبة. كل التجمعات البدوية هنا مهددة لذات المخططات إيوان والقدس الكبرى التي تقضي بترحيل التجمعات البدوية لصالح ربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض على أنقاض الوجود الفلسطيني هنا. نسلط الضوء على هذه القضية من خلال التقرير الذي نعده لنشرات الأخبار. على صعيد الوضع الميداني في القدس نسرين، الأبرز هو استمرار استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين باقتحامات الأقصى التي لا تتوقف. اليوم أكثر من 120 مستوطنا اقتحموا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال كل من يفتح باب الرحمة، مصلى ومبنى باب الرحمة. هذه أبرز الأخبار التي تشهدها العاصمة المحتلة نسرين. شكرا جزيلا لك مراسلتنا في القدس المحتلة كريستين ريناوي. أتحول مشاهدينا إلى غزة، تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة سالي السكني. أهلا بك سالي. تفاصيل الوضع الميداني في المحافظات الجنوبية، خصوصا مع فرض إغلاق شامل على المعابر في القطاع، تفضلي. نعم أهلا بك بداية نسرين وبالسادة المشاهدين. يعني نتحدث بداية حول حالة الإغلاق الشامل التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من الوطن، على مناطق الضفة المحتلة، منطقة يهودا والسامرة، وكذلك كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما فيها معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وأيضا معبر كريم أبو سالم التجاري في الجنوب الشرقي من قطاع غزة. هذا الأمر الذي شكل
عقبة أمام حركة المسافرين والحالات المرضية المستعجلة التي من المقرر أن تسافر أو تغادر قطاع غزة اليوم عبر حاجز بيت حانون، كما يعرقل حركة البضائع والحركة التجارية على معبر كرم أبو سالم التجاري اليوم إلى أجل غير مسمى أو أوليا إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، كل ذلك بزعم بدء الانتخابات الإسرائيلية. أيضا في موضوع آخر اليوم الاثنين، حيث الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث اعتصم العشرات من أهالي الأسرى ومتضامنين، وكذلك طلبت الجامعات، طلبت كلية الإعلام في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعما وإسنادا للأسرى داخل سجون الاحتلال، سيما في هذه المرحلة الحرجة والهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بمصلحة السجون ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال، وفي ظل أيضا عزم الأسرى قيام أو خوض معركة الأمعاء الخاوية التي تم تأجيلها مؤقتا إلى حين متابعة ما يمكن أن يستجيب له الاحتلال من مطالب الأسرى الشرعية والأساسية داخل السجون. في ذات السياق أيضا تعطلت زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم داخل السجون بسبب عملية الإغلاق الشامل وإغلاق معبر بيت حانون شمال قطاع غزة. أيضا في موضوع آخر نسرين، نتحدث عن الانتهاكات التي باتت تسجل يوميا ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية، حيث قامت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الشرقي الفاصل بإطلاق النار وقنابل الغاز صوب المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة دون تسجيل أي إصابات. أما من ناحية البحر فقد قامت الزوارق الحربية بإطلاق النار تجاه الصيادين في بحر السودانية منطقة السودانية شمال قطاع غزة دون تسجيل أي إصابات، كان إطلاق النار على بعد 3 أميال فقط وأجبرتهم على التراجع، في ظل الحديث خلال الأيام الماضية عن تسهيلات وتوسيع البحر مسافة 15 ميلا. هذا أبرز وأهم ما لدينا من أحداث وتطورات في غزة حتى هذه اللحظة نسرين. شكرا جزيلا لك مراسلتنا في غزة سالي السكني. نتوجه مباشرة مشاهدينا إلى الجليل، تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة سلام مشرقي. أهلا بك سلام، كيف تصفين لنا المشهد قبيل يوم واحد من الانتخابات في إسرائيل؟ نعم أهلا بك نسرين وبكافة المشاهدين. بالفعل نحن على بعد يوم واحد من انتخابات الكنيسة 21، هذه الانتخابات المفصلية التي يأمل بها الشارع بالإطاحة بحكم اليمين الذي سيطر يعني منذ حكم نتنياهو الذي سيطر منذ 13 عام، والآن يعني الشارع المعتدل والشارع اليسار يطمح بالإطاحة بهذا الحكم، ولا سيما الشارع العربي الذي يرى بالكنيسة الإسرائيلية المنصة شبه اليتيمة له ولطرح قضاياه وللتحسين من هذه القضايا التي يعانيها. الأحزاب العربية يعني تتنافس بقائمتين مركزيتين، الأولى هي تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، والثاني هو تحالف التجمع الوطني الديمقراطي. طب إلى ما يتطلع الناخب العربي في إسرائيل سلام؟ نعم بالفعل يعني الناخب العربي له تطلعات عديدة يحاول يعني أن يطرحها على الساحة من خلال يعني تصويته وانتخابه للأحزاب العربية. بداية نتحدث عن أبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع العربي والتي يعني يذهب للتصويت آملا بتغييرها. بداية قضية الأرض والمسكن، هذه القضية الشائكة التي يعاني منها المجتمع العربي بكافة شرائحه ولا سيما شريحة الأزواج الشابة التي لا تجد مكان للتوسع في ظل يعني كافة التضييقات التي تمنع من توسيع المسطحات الهيكلية للبلدات العربية، وكذلك الأمر تحدها أيضا بالبلدات اليهودية حديثة الإقامة. بالإضافة إلى ذلك يعني هذه القضية تؤدي إلى قضايا الهدم التي يشهدها المجتمع العربي ولا سيما في منطقة وادي عارة التي شهدت في العام الأخير عشرات عمليات الهدم، كان يعني آخرها الأسبوع
الماضي. هذه العمليات التي تتم بحجة البناء غير المرخص والتي يضطر الأهالي داخل الخط الأخضر للبناء بدون تراخيص، يعني في ظل كل الهجمة على الأرض والمسكن وعدم الإتاحة لأي توسع في البلدات العربية، وبالتالي يعني هذه أحد أكبر الأزمات التي يواجهها المجتمع العربي. بالإضافة إلى ذلك هناك قضية العنف، قضية الجريمة التي تتفشى في المجتمع العربي. هذه القضية التي حصدت مئات الضحايا في الأعوام الأخيرة، لا سيما العام 2018 الذي وصلت به قضايا العنف والجريمة ذروتها، ولا سيما يعني ضد النساء. قضايا أيضا التربية والتعليم، محاولة دمج المناهج الإسرائيلية وأسرلت الطالب العربي من خلال مناهج التدريس والتعليم، ولا سيما منهج المدنيات ومناهج أخرى، بالإضافة إلى كافة الأزمات الاقتصادية ما يعانيه الوسط العربي، يعني في مجال الصحة، في مجال الأرض، المسكن، التعليم، في كافة المجالات. نحن نتحدث عن تمييز يعني صاخب يعاني منه المجتمع العربي، أمله اليوم في أن يتغير يعني من خلال منبر الكنيست، من خلال انتخاب نواب عرب يعني يؤثرون على كافة هذه القضايا ويضعونها على السلم الأجندة والسلم العمل البرلماني. نعم سلام. وبالتالي يعني الناخب له هذه الفرصة غدا في صناديق الاقتراع. نعم شكرا جزيلا لك مراسلتنا من الجليل سلام مشرقي، شكرا لك. نتحول مشاهدينا إلى الخليل، معنا من هناك مراسلتنا عرين العملي. أهلا بك عرين، لربما الخبر الأبرز اليوم في الخليل هو المنزل الذي أغلق منذ 25 عاما واليوم أعيد فتحه. نعم نسرين، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. بالفعل اليوم الشؤون المدنية أخذت قرارا من المحكمة الإسرائيلية بعد متابعة حثيثة وطويلة لاسترداد منزل عائلة سدر المغلق منذ 25 عاما بجانب شارع الشهداء الذي يغلقه الاحتلال الإسرائيلي كليا ويسيطر ويستولي على المنازل الموجودة به. يعني صراع البقاء هناك في تل رميدة وشارع الشهداء مستمر، ولكن هذا الاسترداد لهذا المنزل لعائلة سدر هو يعتبر يعني بعض الحق الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليه وسلبه من الفلسطينيين. في موضوع آخر، نحن نتواجد الآن في مقر الصليب الأحمر في الخليل، حيث كانت قبل قليل تدور رحى فعالية للتضامن مع 500 أسير مضربين أو معتقلين إداريين، بينهم 6 مضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على اعتقالهم إداريا دون تهم تذكر. لتوضيح هذا الأمر والحديث أكثر عن الفعالية نستضيف وإياكم مشاهدين الكرام السيد أمجد النجار مدير نادي الأسير في الخليل. مرحبا بك سيد أمجد. أهلا بك. تحدثنا في بداية الأمر عن هذه الفعالية، وما الذي تودون إيصاله من خلال هذه الفعالية، خاصة وأن هناك 500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير محكومين ومعتقلين إداريا؟ يعني عودة ملف الأسرى الإداريين الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام ضد قرارات الاعتقال الإداري هو أمر مؤشر خطير على ارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري. هناك 500 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال، واضح أن الاحتلال ماضي في سياسته القمعية والتنكيلية بحق أسران الأبطال، والاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي مرفوض دوليا ومحرم دوليا، وهناك قرارات دولية واضحة في هذا الجانب. اليوم كان أن وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر الدولي نظرا لستة من الأسرى يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام من الخليل، كان حسن العويوي وعودة لحروب والآن موجودين في العزل الانفرادي. احنا يعني طالبنا الصليب الأحمر الدولي بسرعة زيارة هذين الأسيرين المضربين نظرا لخطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال والإجراءات المستمرة، إجراءات تنكيلية قمعية. أي أسير يخوض إضراب مفتوح عن الطعام يتعرض بالفعل لبطش إدارة السجون وقوات السجون.
أشكرك جزيل الشكر سيد أمجد النجار مدير نادي الأسير. مشاهدينا الكرام، إلى جانب هذه الانتهاكات التي تحدث السيد أمجد عنها بخصوص الأسرى، كان هناك اعتقال لستة مواطنين آخرين من مدينة الخليل الليلة الماضية وفي صباح هذا اليوم، اثنين منهم من عائلة جرادات من سعير وآخر من العروب وآخرين من مدينة الخليل، بينهم أسير محرر عامر القواسمة الذي أفرج عنه بعد 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان ذلك بعد مداهمة منازل ذويهم واعتقالهم في ساعات الليل وفي ساعات صباح هذا اليوم. إلى جانب ذلك نتحدث أيضا عن مداهمة عدد من أحياء في مدينة الخليل وتسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال العسكرية وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها ونصب حواجز عسكرية على مدخل سعير ومدخل حلحول والمدخل الشمالي لمدينة الخليل والتدقيق في هويات أصحاب المركبات. إلى جانب ذلك كان هناك تواجد كثيف على مدخل مخيم الفوار وتضييق على المواطنين هناك. هذه مجمل الأحداث نسرين من الخليل اليوم، إليك وللزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مراسلتنا في الخليل عرين العملة. إذن مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام برنامج مراسلون في الميدان. أخبار أخرى وتفاصيل أخرى حول الوضع في المحافظات والفعاليات التي نظمت فيها تتابعونها بطبيعة الحال خلال نشراتنا المقبلة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.